أخبار اليوم. أفضل رئيس نادي في مصر إنه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك. ثواني يا محمد، أنا من سنة 70 بتدرب في أخبار اليوم لما كنت طالب في كلية الحقوق. رئيس جماعة الصحافة في الجامعة قعدت 4 سنين أتدرب في كلية في صحيفة الأخبار، المبدأ القديم العريق اللي كلنا مشتهين بيه. أخبار اليوم مش مؤسسة صحفية فقط لا غير. أخبار اليوم مؤسسة قومية محترمة. بتساند الدولة المصرية زي ما الأستاذ ياسر. أسهل حاجة إنك تنزل خبر مفبرك، أسهل حاجة إنك تقلبك على جيشك أو شرطتك أو قضاء. الناس دي من أيام مصطفى أمين واخدين خط محترم، مؤسسة محترمة عنده 3 صفحات دلوقتي كل الاتجاهات بتكتب فيها. عايز تشوف حديقة فيها حرية فيها في أخبار اليوم. أنا مش بجامل ياسر، أنا بشتري كل جرايد على فكرة، حتى اللي بتشتري. أول جورنال من ساعة ما عرفت بقرا لغاية دلوقتي بقراه هو الأخبار. بالنسبة للأخبار المسائي كان طبعاً خبطة صحفية إنه يتسمى أخبار مسائي بدل مسائية. أتابعه يومياً، عنده صفحة فن أعتقد الأستاذ هشام بيكتب فيها. عنده صفحة رياضة عنده الخطيب بيكتب فيها. بتابع كل حرف وكلمة فيها. بقول أخبار المسائي في سنة واحدة بقت من الصحف المحترمة القوية. أنا بشكركم على التكريم، وموعد إن شاء الله القصة بالزمالك وأهلي، القصة إنك تتحمل مسؤولية في مكان محترم، تستلم مديون ب 306 مليون ياخد بطولة إياب في كاس ودوري وكاس افريقيا ابطال دوري وكاس افريقيا ابطال كاس، وتاخد بطولة دوري في الطايرة، تاخد بطولة الكاس في الطايرة، وتاخد بطولة كرة القدم كاس وطايرة كاس ودوري. كل هذه البطولات بجانب ان في منشأة دلوقتي محترمة، يمكن اكبر نادي خد اكبر عدد من الاخوة الصحفيين في مصر. يعني النهاردة عندي 2300 صحفي مشرفين في نادي الزمالك أعضاء عميد في النادي. أهلا بيكم في أي وقت في ناديكم. مبروك أخبار اليوم المؤسسة العريقة. ويمكن أول صحفي بعد ما تخرجت قابلته من وكيل نيابة كان الأستاذ فتح رزق صحفي كبير والد ياسر. أنا كنت وكيل نيابة في الإسماعيلية، هو كان مندوب الأخبار في محافظة الإسماعيلية. فهذا الشبل من ذاك الأسد ربنا يوفقه إن شاء الله. شكرا. المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. وعلى فكره سيادة المستشار، حضرتك قدمت دعوه لكل الناس تيجي النادي من غير اشتراك.